تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وصل السفراء الجدد إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. فقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير كارلوس رودولفو لوبيز سفير جمهورية بيرو. وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد السفير البيروفي، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية بيرو. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة سفير جورجيان غافا سفير جورجيا. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الجورجي، وتمنى جلالته له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير كوكو لات سفير جمهورية اتحاد ميانمار. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية اتحاد ميانمار، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير محمد سعد أوروساما سفير جمهورية توغو.
وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير التوغولي، وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، متمنيا جلالته له التوفيق في مهامه الدبلوماسية. هذا ووصل إلى قصر صخير سعادة السفير سيسكيل بلادارس مولينا سفير جمهورية غواتيمالا. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الغواتيمالي، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على كافة الصعد. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، ومعالي وزير الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي، وسعادة رئيس المراسم الملكية. الملك المفدى